أيضا ينضم إلينا من الرياض المحلل السياسي الأستاذ عبد الله العتيبي. مرحبا بك عبد الله. رحيل الشيخ صباح القائد الخليجي والعربي الذي لم يدخر جهدا في الدفع بالعلاقات السعودية الكويتية إلى تجاوز جميع الأطر الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين، ما الذي أورثه الشيخ صباح من بعده للحفاظ على هذه اللحمة الأبدية بين الشعبين الشقيقين؟ أهلا وسهلا أخي غافر. أولا الحقيقة أعزي خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في وفاة الشيخ صباح، وأعزي كذلك الأسرة الكريمة الحاكمة في الكويت والشعب الكويتي الشقيق، وأيضا أعزي الجسم السياسي الخليجي والعربي والعالمي في وفاة الشيخ صباح. لا شك أن الشيخ صباح يعني خلال سنوات طويلة من وجوده في المنظومة السياسية الكويتية استطاع بحكمته وسياسته المتزنة تجاوز الكثير من الصعاب التي كانت تضرب المنطقة بين حين وآخر. لا شك أنه ساهم في نمو الكويت، ازدهار الكويت، وكذلك تجنيبها للكثير من الصراعات التي كانت دائرة في المنطقة. كلنا نتذكر يعني كيف كان دوره عندما كان وزير الخارجية الكويتية في سنة 90 أيام الغزو العراقي للكويت، وكيف استطاع من خلال أدواته الدبلوماسية الرفيعة الحقيقة في حشد تأييد عالمي للكويت، أثمر عن يعني وجود 30 دولة داعمة للحق الكويتي في سنة 90. أنا أعتقد الحقيقة أنه أيضا من خلال علاقاته مع المملكة خلال السنوات الماضية، سواء عندما كان وزير الخارجية وبالتنسيق مع الأمير الراحل أيضا صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل، كانت العلاقات السعودية العلاقات السعودية الكويتية علاقات متزنة، كان هناك بين البلدين تنسيق مستمر، وكان تقريبا هناك تناغم تام في مواقف البلدين في كل المواقف التي كانت في المنطقة خلال العقود الماضية. أنا أعتقد أنه استطاع بحكمته وسياسته المتزنة أن يورث للكويتيين من بعده أيضا يعني أسلوب حكم متزن، وهذا الحقيقة يعني ما يميز دول الخليج بشكل عام. يعني أنا أعتقد أن السياسة المتزنة، السياسة الهادية الرزينة، هي ما جعلت دول الخليج تعيش في استقرار وأمن طوال كل هذه السنوات. نعم عبد الله العتيبي، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.